كنت جاي من الشغل، قعدت جيت على قاعدة البيت، جاء على قسم بنتي كانت عندي بالبيت، جاية من بيت جوزها على بيتي، فقالت بدي أروح على بيتي، قلت لها بنتي روحي، فما بي مسافة 200 متر بين بيتها وبيتي شوي، وإلا معها بنية صغيرة، ونقول عمي الحسبة مسكت بنتها، فطلعت تعشوه. فلما طلعت قلت والله إذا ضربها يعني أنا عارف حالي مشتول، لكن ضربها بدي أقتل. طلعت عليه، السلام عليكم، قال عليكم السلام، قال شو يا شيخ بنتك ما خافت من الله خافت منك، قلت أنت شو أنت تخاف منك، أنت عبد وإحنا عبيد لله، ما فينا ما فيك تفرق بيننا وبينك. قال لا بنتك ما خافت من الله، خافت منك، طيرت القشاة وتسع وش تريد. قال لي خيو هات هوية، قلنا له هاي الهوية خذ هوية، قال تجينا على الحسبة، قلنا خير إن شاء الله. فرحنا على الحسبة العصر، صارت الصلاة ورجعنا على البيت، بعد الصلاة المغربية رحنا علي، بعد صلاة المغرب رجعت علي، فأون جاني واحد أعرج أخي مصري، فقلنا لنا هوية عندكم يا أخي، قال شو أنت، قلت له والله قضيت الحسبة مشان البنية مشان خمار. فقال الزلمة إيه والله بدك تنجلد، قلت له بأي دين بدي أنجلد، محمد 23 سنة عليه الصلاة والسلام ما جلد حدا، يومين تقولون أنتوا تدعون الإسلام يدعي للإسلام ما جلد حدا، شلون بدك تجلد؟ قال والله جادلنا ما جادلنا بدك تنجلد، تعرف شلون؟ فالقاضي تبعهم مصلح من سكليتات من الميادين، قال لي عمي جادلتنا ما جادلتنا بدك تنجلد، تنجلد برا، قام طالعوني برا ثنوني على ركبي جلدني 19 جلدة، بعد ما جلدني انطاني الهوية قال خوها يا يعني.